بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العلم. وآخر ما توقفنا عنده من هذه التراجم قول الإمام البخاري رحمه الله: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. ثم ذكر رواية أخرى أيضا عن عامر ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت للزبير رضي الله عنه: إني لأسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ذكر أيضا رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال أنس رضي الله عنه: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. ثم ذكر رواية عن سلمة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تجتنبوا كنيتي، ورآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذب على غيره. قلنا التشريع لا يعرف إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقته هو كذب على الله تعالى. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو كذب على الله تبارك وتعالى، ولذلك كان هذا التشديد من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار، فليلج النار، فليتبوأ مقعده من النار. وبالتالي على ذلك ليس الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كالكذب على غيره. فشدد في هذه المسألة: لا تكذبوا علي لا مفهوم لها، يعني قولوا طب نكذب للنبي. بعض الناس تأولوا ذلك، قالوا: نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي وضعوا أحاديث في حث الناس على الطاعات أو على صور من القرآن. فعلى ذلك انظر، يعني تأولوا ذلك الأمر: لا تكذبوا علي، قالوا: نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نكذب للنبي، أي كأنهم يكذبون لصالح الدين. فيأتون بوضع أحاديث تحث الناس على أذكار، على عبادات، على أيضا صور القرآن إلى غير ذلك. فطبعا هنا هذا من تلاعب الشيطان. هذه الرواية لا مفهوم لها، يعني أو ليس لها مفهوم مخالفة، ليس لها مفهوم مخالفة، يبقى لا تكذبوا علي كأن يعني مفهوم مخالفة الكذب لصالح النبي
صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، ليس لها مفهوم مخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه التجديد في مسألة الكذب بصفة عامة، ورد عنه التجديد في مسألة الكذب بصفة عامة، فلا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. أيضا ذكر هذه الرواية عن الزبير رضي الله عنه لما قال له ولد: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، يا ترى إيه العلة في ذلك؟ ولماذا امتنع الزبير بن العوام رضي الله عنه، وده أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، لماذا كان يمتنع عن التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتواوى مقعده من النار. فكان الصحابة لا يكثرون من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مخافة الخطأ، مخافة الخطأ، من كذب علي فليتواوى مقعده من النار. يبقى الرواية بتتكلم على من كذب بصفة عامة على النبي صلى الله عليه وسلم، عامدا كان وغير عامد، عامدا كان وغير عامد. لكن هتأتي الرواية بعد ذلك قال: من تعمد علي كذبا. يبقى فرق بين الكذب أو هذا الكذاب الذي يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكذب الإنسان كخطأ، فإن كذب خطأ هو أيضا كذاب، هو أحد الكذابين، يبقى يوصف بالكذب ولكنه لا يأثم. الإثم أو هذا العقاب مرهون بتعمد هذا الإنسان للكذب. يبقى من كذب، من تعمد عليه كذبا فلا يتواوى مقعده من النار، لكن لا يمنع أن يوصف الإنسان بالكذب. لو نقل أحاديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحاديث لم يتكلم بها ونسبها إلى النبي وكان خاطئا في ذلك، لا يقصد ولا يتعمد، لكن يوصف بأنه كذاب، يقول فلان كذاب، كان يتساهل في نقل الروايات ولا تثبت من صحتها، فهذا كذاب. وعلى الرغم أنه ممكن يعرف بالورع والزهد وأنه من النساك، لكن يكذب نسب إليه الكذب على الرغم أنه لم يتعمد، ولكن نتيجة تساهل هذا الإنسان في نقل الحديث. وبالتالي الأمر ده يحتاج إلى إيه؟ يتطلب أننا لابد أن نتثبت من صحة هذه الرواية التي ننقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحيل هذه الرواية لمن ذكرها، كما نقول أن رواية ذكرها أبو داود رحمه الله في سننه تقول أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كذا وكذا، يبقى إحنا أحلنا هذا الكلام وعزونا ذلك الكلام إلى قائله. لكن أصلا يبقى ما ينبغي أن نتكلم بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما نتثبت، تتثبت من صحة ونسب هذه الرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال سلمة رضي الله عنه أنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتواوى مقعده من النار. يبقى قال: من يقل علي ما لم أقل فليتواوى مقعده من النار. طب عشان أنا يعني أخرج من هذا الأمر اللي يتطلب يبقى قبل أن أنسب ذلك الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنظر يعني في أي الكتب هذا الحديث وماذا قال عنه العلماء. يبقى لا تساهل، في بعض الأحيان بتبقى أحاديث ممكن تؤدي غرض الإنسان لكن لا يعلم صحة هذا الحديث فلا تكلم به، لا تتكلم، قلنا حتى تتثبت من صحة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: من يقل علي ما لم أقل. يبقى عشان أنا لا أتكلم بكلام أنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حقيقتي لا ينسب إليه، ده يتطلب مني، يتطلب يبقى قبل أن أتحدث بهذه الرواية أقوم بعرضها على كتب السنة والكتب المعتمدة، فبالتالي ثبت الحديث تكلمنا به، إن لم يثبت يبقى لا نتكلم. يبقى ده هيخلي الإنسان يبقى قبل أن يتفوى بكلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو كذا، يبقى ده يتطلب أن يكون هناك التثبت، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ده بيتطلب مني إيه؟ الحديث ده بيحمي الإنسان أن يقع في البدعة، بس لو كان مطبقا لهذا الحديث أو مدلول الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يبقى دي كلها بترد.
يبقى ده يتطلب ان انا اتثبت ان هذه الفعلة هي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم او قال عنها. يبقى من احدث في امرنا هذا، لان البدعة هي امر حادث على غير مثال سابق، هذه البدعة يعني ما جاتش بها السنة. يبقى عشان انا اتطلب ابتعد عن البدعة وبقاش مبتدع، يتطلب مني ان انا اقوم بعرض هذا الكلام على السنة. ان كان موجود في السنة تكلمنا به، ان لم يكن موجودا في السنة يبقى ما لم يكن عبادة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليس عبادة. يبقى البعض كده بيقترع بعض العبادات، هل دي عبادة؟ مجرد ان احنا لو اتفقنا كده ان نسميها عبادة، هل هي عبادة؟ نقول والله لو كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دي عبادة، ان لم تكن يبقى ليست بعبادة. حتى لو اجتمعنا على تسميتها انها عبادة، لا، مش كل امر هنقول عليه عبادة وعبادة الا ان كان معتمد من النبي صلى الله عليه وسلم. فما لم يكن عبادة على عهده لم يكن عبادة اليوم، يعني لم يكن عبادة اليوم. ولذلك ده يتطلب عشان انا لا اقع في هذا الامر او هذا الحرج، يبقى قبل ان اتكلم اقوم بعرض ذلك الكلام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من احدث في امرنا هذا، يبقى امر محدث او البدعة امر حادث او على غير مثال سابق. يبقى عشان انا اجتنب البدعة، يبقى كيف اجتنب البدعة؟ اعرف السنة. يعني لو عرفنا السنة هنجتنب البدعة، لو عرفنا الشرك يبقى احنا عند ذلك وحنجتنب هذه الامور فلا نقع في اي امر شركي. عشان انا لا اقع في كبيرة يبقى لابد من المعرفة، وإلا كيف اقول وكيف اجتنب امر الكبائر وانا لم اقف على ما هي الكبائر؟ يبقى كيف يعني انفي ما نجهله؟ فكذلك الامر. يبقى عشان احنا لا نتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، يتطلب مننا ان احنا نعود الى الكتب المعتمدة في السنة، ولابد من التأكد. يعني الحديث ده يخوف الانسان، لابد من التأكد من صحة هذه الرواية المنسوبة الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين: ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. يبقى قول ذا كان إزاي؟ يفتئتون على ربهم أو يفتئتون على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد أن احنا نتأكد من صحة ما ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو نسبه إلى الله تبارك وتعالى، وده يتطلب العلم. يبقى عشان ما اقعش في البدعة يبقى يتطلب أن أنا أعرف السنة. ولذلك كان هشام بن عروة رحمه الله يقول: لا تسألوا الناس عما أحدثوا في الدين فقد أعدوا لذلك جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. المبتدع كده يعني يجادل وينافي عن بدعته، لو سألنا في السنة هو أجهل الخلق في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو كان عارف بالسنة مش هيقع في البدعة. لما بيقع في البدعة فيجادل وينافي عنها. فلذلك هشام بن عروة رحمه الله يقول: لا تسألوا الناس عما أحدثوه في الدين فقد أعدوا لذلك جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. يعني يبقى عشان أنا أجتنب الوقوع في البدعة يبقى لابد أن أعلم السنة. ولذلك العلماء قالوا: ما هي البدعة؟ قالوا: عكس السنة. ايه البدعة دي؟ عايزين نعرف البدعة، قالوا: عكس السنة. عكس السنة يبقى عشان لا اقع في البدعة ولا تزل القدم في ذلك الامر واجتنب البدع عن طريق معرفة الانسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: من يقل علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. ما تنسبش اي حكم الى النبي صلى الله عليه وسلم او اي قضاء الا بعد الرجوع الى فعلا صحة هذا الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى لا يفتأت اللسان على ربه ولا يفتأت على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى ننتبهوا، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. ممكن يتعمد الإنسان القول، ممكن لا يتعمد، هو مخطئ فعلى ذلك، لكن خطأ لا يمنع أن يوصف الإنسان بأنه كذاب. نقول فلان كذاب، لا نقصد أنه يتعمد الكذب ولكن أخطأ، ولكن مع ذلك ينسب أو يوصف بالكذب. عشان يبقى يبرئ الإنسان نفسه من ذلك يبقى لابد من التثبت قبل الكلام عن النبي
صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان الزبير رضي الله عنه يقول: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فكان يقلل من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس من باب كتمان العلم، قلنا لأن هناك من الصحابة رضي الله عنهم من نشر ذلك الكلام، من نشر هذا الكلام. لذلك أنس رضي الله عنه يقول: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا. ما كانش بيصب يعني، لكن معنى الكلام أنه كان بيحدث روايات كثيرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بنتكلم من خلالها، لكن ما كان يكثر من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مخافة الخطأ وأن تزل القدم في ذلك الأمر. ولذلك كما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمى باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وده كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش حد يعني يكنى بأبي القاسم عشان يعني لا تختلط الأمور. ولكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكتنى الإنسان بكنيته. ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، يعني لا يتمثل. لو قال الإنسان أنه قد رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول له: صف لنا صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن اتفقت مع الصفات المنقولة يبقى هو رأى على حقيقة. لكن قد يأتي رجل صالح الإنسان في المنام يقول أنه النبي، هل مجرد أنه قال هو النبي يبقى رأى النبي؟ لا، عشان ترى النبي ترى على صورته التي وصف بها صلى الله عليه وسلم. فالشيطان لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى لو إنسان قال أنه قد رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له: وصف لنا ما رأيت. يعني لو وصفوا بالأوصاف التي نقلها وذكرها العلماء يبقى رأى فعلا الحقيقة. إن كان وصف غير هذا الوصف فممكن يكون رجل صالح، رجل صالح. قال: ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن أعظم الفرن هو أن ترى عينيك ما لم ترى. يعني الواحد يقول: أنا رأيت في المنام كذا وكذا ولم يرى. هذا من أعظم الكذب، من أعظم الفرن. يبقى ده افتراء على الله عز وجل، لأن الرؤى دي عطايا من الرب سبحانه وتعالى، فكأنه قال أن الله أعطاني ولم يعطيه. فلذلك دي مش أمر نتساهل فيه، يعني ده أمر بعض الناس يتساهل في ذلك الأمر، يقول أنه قد رأى في منامه ولم يرى الحقيقة، هذا كذاب. هذه مسألة. الأمر الثاني ده من أعظم الفرق، لأنه كأنه يقول أن ربي أعطاني ولم يعطيه شيئا. فعشان كده الإنسان لابد أن يتثبت من كلامه ولا تساهل في هذه الأمور. ثم ذكر باب آخر، وباب كتابة العلم. قال عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتل رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منه قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله، وصلت عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختل شوكها ولا يعضص شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. قال: اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر. قال أبو عبد الله: يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. قال: كتب له هذه الخطبة. يبقى ده الشاهد من إرادة الإمام البخاري رحمه الله هذه الرواية تحت هذه الترجمة كتابة العلم. فلذلك قال اكتبوا لأبي فلان، اكتبوا لأبي فلان. قال أبو عبد الله: يقال يقاد بالقاف. فقيل أبو عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب
ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. كذلك ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما اشتد بالنبي، لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلب الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس رضي الله عنه يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. فترجم الإمام البخاري رحمه الله على جملة هذه الروايات التي ذكرها، قال باب كتابة العلم، تقييد العلم. وذكرنا أن السنة بدأت تدون في عهد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، في عهد عمر، لكن كانت السنة يحفظونها وبالتالي دونت من صدور هؤلاء الرجال، فده كان بداية تدوين السنة. طب الكتابة، يبقى الكتابة، يبقى كتابة العلم وتقييد العلم، قلنا يعني هذا أمر نافع، وربنا سبحانه وتعالى امتن علينا بهذه النعمة، نعمة القراءة والكتابة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ما لم يعلم. فدي من منن الرب سبحانه وتعالى القراءة والكتابة، أن تجيد القراءة والكتابة، هذه من منن الرب سبحانه وتعالى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لابد الإنسان يتذكر النعم، يعني أتذكر النعم، نعمة القراءة، نعمة الكتابة، هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى. الواحد يتذكر كده يعني في بداية الولادة، يا ترى كنا نعرف نقرأ، كنا نعرف نكتب، هل كنا نستطيع أن نفرق بين الحروف؟ ما كانش أبدا نستطيع، ولكن هذه من منها الرب سبحانه وتعالى أن يسر لنا سبيل التعلم وسبيل القراءة والكتابة. فتقييد العلم، لذلك قال العلماء لولا تقييد العلم لرق الزنادقة على المنابر وتكلموا بما يحلو لهم. إيه اللي بيخليك أنك أنت توقف المبتدع؟ يبقى الأحاديث هو اليوم إحنا بنقرأ الأحاديث التي كتبها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، اليوم نقرأها. طب لو لم تكن مكتوبة يبقى حنفقد الكثير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ليس لنا حيلة أن نطلع على ذلك. لكن هذه تقييد العلم، ولولا تقييد العلم لرق الزنادق على المنابر وتكلموا بما يحلو لهم. ونقدرش إحنا نرجع حد، نقدرش نرد حد، ما عندناش الدليل على ذلك. لكن اليوم تستطيع أن ترد هذه بدعة، وهذا عكس ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه لما السنة جمعت وكتبت في هذه المصنفات، يبقى نستطيع بسهولة ويسر من فضل الله عز وجل أن نطلع على الروايات التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نجد أن العلماء بذلوا ذلك الجهد الكبير في أيضا تخريج الأحاديث، هذا حديث ضعيف، هذا حديث موضوع، هذا حديث صحيح، يبقى حتى الأحاديث فرقوا لنا. فهذه رواية ممكن تكون مشتهرة على ألسن الناس، ولكنها أحاديث موضوعة، أي نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا. فالعلماء يعني قيدوا العلم وكتبوا العلم، فكان لها هذه الفائدة العظيمة، وهذه من الرب سبحانه وتعالى. لذلك كما قال أبو جحيفة رحمه الله، قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم. يعني بيسألوا يا ترى هل النبي صلى الله عليه وسلم خص آل البيت بكتاب لم يقم بنشره على الناس، يبقى فيه أحكام زائدة أو يعني قضايا زائدة؟ فقال علي لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم، استنباطات أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت فما في هذه الصحيفة؟ أخرج صحيفة كده، ما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. يبقى دي هذه روايات كلها وأحكام وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني تأكيد هذا الأمر، العقل اللي هو إن قتل الإنسان خطأ قامت العاقلة بدفع الدية كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وفكاك الأسير يبقى هنا أن تعين هذا الأسير على فكاك، وقع هذا الأسير المسلم في يد الكفار يبقى حتى لا يفتتن في دينه، يبقى نسعى إلى فكاك العاني، فكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. يبقى دي كلها أحكام
ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة بنقلها، لكن عليه لما مكتوبة في الصحيفة تأكيدا ليس عبارة عن أحكام جديدة، يعني ليس أحكام جديدة، هي أحكام موجودة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وكأنها أحكام سيتساهل الناس بعد ذلك فيها، وكذلك ينساها الناس أو يتغافلون عنها أو يتساهلون في تعلمها. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عن فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله، وصلت عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلتني ساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام عادت كحرمتها، ولم ولا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقى ساقطتها إلا المنشد. بيتكلم عن أحكام تخص الحرم، يبقى أحكام تخص الحرم، لا يختلى شوكها ولا يعضد شجر الحرم، ده يبقى لا يمس لا يقطع، وكذلك أيضا هذه الزروع، طبعا الزروع هي على المشاع، غير لما يكون إنسان مالك أرض، أرض زراعية بزرعها في مكة، يبقى على ذلك نقول لا يختلى شوكها، ده الكلام بالنسبة للمشاع، أما لو كانت أرض خاصة يقوم بزراعتها يقوم بحصادها أيضا وجذاذها، ولا تلتقى ساقطتها إلا لمنشد، يبقى اللقطة حكم اللقطة، حكم اللقطة في مكة غير حكم اللقطة في أي موطن آخر، في أي مكان آخر، في أي مكان بيلتقط لسان اللقطة ثم يقوم بتعريفها سنة ثم يستمتع بها، اللي يظهر لها صاحب فظهر صاحبها قام بردها إليه، لكن لقطة الحرم يبقى من التقط اللقطة لتعريفها فقط، ما ينفعش يقول لك بعد سنة عرفتها سنة استمتع بها، لا، ده حكم خاص بالحرم، يبقى قال ولا تلتقى ساقطتها إلا لمنشد معرف لها، يبقى احنا التقطنا لو التقط انسان لقطه يبقى هيقوم بتعريفها في الحرم كده في تعريفها، فعلى ذلك ان مر عليها سنه يبقى ليس له الحق ان يستمتع بها، لا ليس له الحق الكلام ده يستمتع بها لو كانت لقطه خارج الحرم، يبقى في اي مكان خارج الحرم يلتقط اللقطه ويقوم بتعريفها وايضا الى سنه ثم يستمتع بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما لقطة الحرم فلا تلتقط، ومن التقطها لتعريفها فقط. قال فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل، يبقى لو قتل قتيل يبقى نقول أن القصاص ده حق الأهل القتيل، إما أن يطلبوا بالقود بالإقامة الحد عليه القصاص الحكم، وإما أن هم يقوموا بالعفو، إما عفو لديه أو عفو لغير ديه، يبقى هنا العفو إما أن يكون لديه أو غير لديه، لكن أصلا القتل العمد يقتل القاتل، بس الكلام ده كله يعني لأهل القتيل، إن رأوا ذلك أقيم عليه الحكم، وإن رأوا إن هم يقومون بالعفو عنه مقابل دية يبقى لهم ذلك الحق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن قتل فهو بخير النظرين، يبقى ده الأمر ده موكول إلى أهل القتيل، إلى أهل القتيل، فأهل أولياء المقتول يأخذون الدية لو كان قتلا خطأ، ولو كان قتلا عمدا لهم الحق في طلب القصاص، أن يقام القصاص على ذلك الرجل، أو العفو، إما عفو إلى دية أو عفو إلى غير دية، هذا حقهم، حق أولياء المقتول، لكن ده أيضا يعني مش معنى أن ده حق أولياء المقتول ضياع حق المقتول، حق المقتول هيستوفيه يوم القيامة، يعني حق المقتول هيستوفيه يوم القيامة، يبقى تشبث القتيل بالقاتل يقول يا رب سأل هذا فيما قتلني، يبقى حقه مش مهدر، يعني حق ذلك، يبقى لو إنسان تعمد قتل آخر ولم يراه أحد فعند ذلك لا يقوم عليه الحد، احنا مش عارفين مين، فهل يا ترى ده معناه تفلت من العقوبة؟ لا، يبقى حق أولياء المقتول يأخذونه منه يوم القيامة، ده مظالم، ده بالإضافة حق المقتول، يعني لما أولياء المقتول أخذ ذلك الحق في الدنيا يبقى على ذلك لا يسقط حق المقتول في طلبه يوم القيامة، يبقى يتشبث بتلبيب القاتل يقول رب سأل هذا فيما قتلني، فلكن لو قتل إنسان عمدا فنقول أن أهل أو أولياء المقتول بخير النظرين ليهم أن يختاروا الأمر ده.
طلب القصاص ويقام حكم القصاص على هذا الرجل، وإما أن يطلبوا الدية أو عفو بلا دية. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي فلان، يبقى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى طلب هذا الرجل أن يكتب له يعني هذا الحدث أو هذه الأحكام. فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر إلا الإذخر. قال أبو عبد الله يقاد يقال يقاد بالقاف، يقاد لأن في رواية يفتدى، فقال يقاد هنا، وإما أن يقاد أهل القتيل. فقيل أبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة. يبقى الكلام اللي قاله، يبقى رجل مش هيعرف يحفظ الكلام ده، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب له هذه الخطبة، هذا الكلام وهذه الأحكام. فقال اكتبوا لأبي فلان، يبقى ده كتابة العلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. أبو هريرة رضي الله عنه اعتمد على حفظه، وكذلك على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى أنه ينسى العلم، فعلى ذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينسى بعد ذلك. وطبعا المحفوظ عند أبي هريرة رضي الله عنه يعني كما هو معلوم من خلال الروايات التي تروى عنه، روايات كثيرة، لكن كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يبقى في بعض الروايات يبقى افتلت من أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يكتبها، لكن لم يشتهر عنه التحديث الكثير، يعني يشتهر عنه التحديث الكثير لأنه هو انشغل بالعبادة، كان منشغلا بالعبادة. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان منشغلا بالعبادة، وكذلك أيضا لم يكن في محل يستطيع الوصول للتعلم. قال أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. وده الشاهد من الكلام، يبقى طلب أنهما يأتون بالورقة والقلم حتى يعني يكتبوا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يكتب لهم كتابا لا تضل بعده. قال عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. يبقى أشفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فأشفق، فعلى ذلك الكتابة دي ما كانش هتبقى أحكام جديدة. ليه؟ لأن الآيات نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، فمش هيبقى في أحكام جديدة. فعمر رضي الله عنه أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال عندنا كتاب الله حسبنا. يبقى ده من شفقة عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان به من ذلك الوجع والتألم. فاختلفوا وكثر اللغط بين مؤيد ومعارض، وقال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس رضي الله عنه يقول إن الرزية كل الرزية، المصيبة كل المصيبة، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. يبقى الإمام البخاري رحمه الله أورد هذه الرواية لأن فيها تقييد وكتابة العلم، قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. يبقى ده الشاهد من الكلام، يبقى الكتابة وتقييد ذلك العلم وكتابة العلم. ثم ذكر باب آخر وباب العلم والعظة بالليل، قال باب العلم والعظة بالليل. وذكر رواية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فقال الإمام البخاري باب العلم والعظة بالليل، طبعا هو مقصده من ذلك الكلام كما سيأتي أيضا الثمر في العلم. يبقى ليس هناك توقيت يعني اللي هو العلم يبقى والتعلم يكون نهارا فقط، لكن ليلا ونهارا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن ينام يعني قبل العشاء أو أن هو يتحدث بعد العشاء، إنما خافت أن يضيع الفرائض، خافت أن يضيع الفرائض. لكن لو نام الرجل قبل العشاء بعد المغرب وقبل العشاء طالما يعني هناك من يوقظه لصلاة العشاء فلا حرج في ذلك،
لكن مخافة إن هو تنسل منه هذه الصلاة فلا يقوم بصلاتها في جماعة. قال أم سلمة رضي الله عنها: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة واستيقظ من نومه فقال سبحان الله. سبحان الله كلمة للتعجب، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المقام من نومي لا إله إلا الله، ويل العرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين الإمام والتي تليها. ولذلك قالت زينب رضي الله عنها: أنا أهلك فينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ده تعليم كله، يبقى ده عظة وتعليم. احنا ذكرنا ان التعليم ده مش معناها انك انت تدرس مادة من المواد الشرعية بأكملها، لا، التعليم حتى لو كان حكم واحد، حتى لو كان حكم كما بينا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء، وعظ النساء وعلم النساء. يبقى كانت العظة لما قال لهن: وجدت أكثر أهل النار منكن. طب يا ترى إيه السبب؟ لأن كنا تكفرنا، يكفرنا بما قال، لا يكفرنا عشان يكفرنا الإحسان. لو أحسن رجل إحدهن الدار ثم سألها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط، وأمرهن إيه؟ بالصدقة، تعليمه. يبقى ده التعليم، أمرهن بالصدقة، وكذلك في بعض الروايات بالاستغفار. يبقى الصدقة والاستغفار ده تعليم. يبقى نقول يعني إيه المخرج من هذا الأمر؟ إيه المخرج؟ فعلى ذلك قال عليكن بالصدقة وكذلك ملازمة الاستغفار. يبقى التعليم ده مش شرط يعني نتعلم باب كامل مثلا من أبواب العلم أو فصل كامل، لا، التعليم حتى قلنا بلغوا عني ولو آية، حكم بالأحكام. يبقى ده هي ده التعليم، هذا هو التعليم. فلذلك قال باب العلم والعظة بالليل، باب العلم والعظة بالليل. تقول أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله، ماذا أنزل ليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. طبعا كل ده بوحي من الله سبحانه وتعالى، أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يبقى ده يعني الاهتمام بالأهل، يعني الاهتمام بالأهل. يبقى هو لم يقل ذلك الكلام وأمسك عن إزداء النصائح والعظات، ولكن أيقظ صواحبات الحجر، يقصد بذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لماذا؟ حتى يستزدن من الطاعات، يقمن الليل، يقرأنا في كتاب الله، أيضا يلازمنا الاستغفار والتوبة والذكر. أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قلنا لأن الإنسان لا ينتفع يوم القيامة إلا بعمله، مش هينتفع بهذا النسب إلا ما كان من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصلا ما ينتفعش الإنسان إلا بعمله بما قدم من أعمال. والأمر ده لا يتطلب عدم الغفلة أو عدم التكاسل. يبقى كأننا نقول كده مضى وقت النوم والراحة ووقت الأزمات، بتستلزم من الإنسان أن يستزيد من الطاعات. لما يكون في أزمة أو فتنة يبقى يا ترى ماذا نصنع؟ يبقى على افزع إلى الله عز وجل بالصلاة، افزعوا إلى الله عز وجل بالدعاء، بالاستغفار، بالصدقة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك قال فافزعوا إلى الله بالصلاة. وفي روايات الدعاء والصدقة والعتق والطاعات. يبقى لما نرى الآيات وما نرسل الآيات إلا تخويفا، يبقى الفتن الزلازل يعني يا ترى يتطلب مني العبودية التي أؤديها في ذلك التوقيت، أن تستزيد من الطاعات وأن تلزم الطاعات. فلذلك يبقى لما استيقظ صلى الله عليه وسلم النوم قال سبحان الله ماذا أنزل ليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر. يبقى وقت الأزمات كده، وقت الشدائد، وقت نقول الآيات، يبقى ماذا نصنع؟ الاستزادة، التزام الإنسان بطاعة الله سبحانه وتعالى، تتشبث بذلك. فلذلك قال رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يبقى مضى وقت النوم والراحة، دي وقت الأزمات يستلزم أن نستزيد من الطاعة، مش نستزيد من الكلام والخوض، ولكن نستزيد من الطاعات. وكذلك أيضا فيها بيان وعشرون بالمعروف. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذا الاهتمام
بأهلي وبزوجي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يترحم على النساء على الرجال: رحم الله امرأة قامت من ليلها ثم صلت ما شاء الله عز وجل لها أن تصلي ثم أيقظت زوجها فإناب عليها نضحت وجهه بالماء. ورحم الله رجل قام من الليل فصلى ما شاء الله له أن يصلي ثم أيقظ أهله فإن أبت عليه نضح في وجهها الماء. يبقى قيام الليل له والمعاونة على ذلك، المرأة تعين الزوج والزوج يعين المرأة. ولذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك النساء والرجال أنه قد ترحم على النساء وترحم أيضا على الرجال. رحم الله امرأة قامت من ليلها، قامت عشان تقيم الليل يعني تحيي ذلك الليل، فصلت ما شاء الله لها أن تصلي ثم أيقظت زوجها فإن أبى عليها نضحت في وجهه الماء. وكذلك رحم الله رجل قام الليل فصلى ما شاء الله له أن يصلي ثم أيقظ أهله فإن أبت عليه نضح في وجهها الماء. شوف التعاون على البر والتقوى. وكذلك إرادة الخير، يعني ده أمر مندوب، يعني قيام الليل ده على الندب والاستحباب ليس على الوجوب، ولكن التعاون. وأدي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة للمرأة التي فعلت ذلك والرجل الذي فعل ذلك. فلذلك قال أيقظوا صواحبات الحجر، يعني فيش وقت، يعني فيش وقت ساعة الأزمات، يبقى على نلتزم الطاعات، لا تلتزم الكلام، التزم الطاعة. نقول على ذلك الاستغفار، الدعاء، الصدقة، الذكر، قراءة القرآن، الصلاة، نلتزم وقت الأزمات. يبقى وقت الأزمات نستزيد من الطاعات ونلزم أيضا الطاعات. ولذلك قال فرب كثير في الدنيا عليه في الآخرة. يبقى هذه العظة، وكذلك العلم والعظة بالليل. يبقى يعني لا يمتنع الإنسان من الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى ليلا أو نهارا. وكذلك الاهتمام بالأهل، الاهتمام بالزوجة. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقلنا عشان إحنا نطبق وعشرنا بالمعروف، ارجع كده لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تبعدش عنه، لا تبتعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع الأهل. وإزاي أنا أطبق ذلك؟ عشان بالمعروف، يبقى من المعاشرة بالمعروف أسعى في فكاك، كما أسعى لفكاك رقبتي من النار أسعى لفكاك الزوجة أيضا رقبة الزوجة من النار. كما أنا أسعى لتعلم الخير وستزيد من الخير والتعاطي القربات أسعى كذلك مع الزوجة. إحنا بينا أن الحياة الزوجية دي ميدان فسيح للطاعات والقربات والعبادات. ثم ذكر باب آخر وباب السمر في العلم. يبقى نتسامر كده في العلم، يعني ممكن فعلا نعقد ذلك المجلس بعد العشاء ونتسامر في العلم مع عدم تضييع الثوابت، مع عدم تضييع الثوابت حتى لا تضيع منا صلاة الفجر، مش هيمتد منا المجلس ثم بعد ذلك يعني نقعد عن صلاة الفجر، لا. ولكن طالما ان هذا المجلس لا يبعد الإنسان عن الثوابت وعن الأصول وعن الفرائض، يبقى على ذلك السمر في العلم بعد العشاء. نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مرة قادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.